يلا بدا السي اشرف. والله تتبدا حتى الاول وما تقدموش قدامك. فين تقدم؟ هذا واحد السيد نعس كيحلم مغطي بمنطق كيحلم كيبيع في التلفازه. عطاه فيه واحد السيد 14 عطاه فيه واحد السيد 14000 ريال وكيقول لي كيقول لي اللهم كانت 20000 ريال اللي تبعتك. كيقول لي راه عندي 14000. كيقول لي والله ما كانت ديك 20000 اللي تبعتك. السيد ضرب الطلفيقه حيد المنطق ما كيلقى لها التلفازه اللي باغي يشريها ورجع تغطى وخرج يده من تحت المنطق. قال لي راه ديك 14000 ريال فيها خير. واحد المراه بغات تمشي تشري صباط دخلت عند مول المحل وهذا صباط ما جا قدها. هذا مضيق هذا صغير هذا مضيق هذا صغير هذا مضيق هذا صغير. جا قدها صباط واحد ويطيط ومول المحل وانت راه جا قد ديال الصباط. قال هذاك الصباط اللي جا قدك راك انت لابساه حيدي وسيري بحالك. صقالي اسمع اسمع هادي اسمع سير مرحبا. هادي واحد الاستاذة سولت واحد التلميذ قالت لي اعطيني جملة مفيدة فيها بالضبط. قال لي وعلاش انا بالضبط؟ واحد السيد مشى على الطبيب ديال السنان قال لي بغيت نركب الدراس. قال لي 200 درهم. قال لي وسنان. قال لي 100 درهم. قال لي والنياب. قال لي 20 درهم. قال لي ركب لي النياب ولا يبان بحال القرش. هذه واحد الاستاذه سولت واحد التلميذ قالت لي اعطيني شي حاجه كتمدد بالحراره وكتقلص بالبروده. قال لها العطله استاذه عطله 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 صغيره 15 يوم وعطله الصيف 13 3 اشهر. واحد الراجل سخي وتزوج بواحد المراه سخي اكثر منه مشاو على الطبيب وما يولدوا جوج توام وما يحلفوا على الطبيب قالوا له والله تاخذ واحد سخالي.